هتعيدي. اللي بيعك بيعه ولا تستنى عتاب، واحلف على الأشواق من بعده، احلف على الأشواق من بعده ولا تخطي له عتاب. وكفاية كفاية اللي انت شفته من أول ما عرفته، وكفاية اللي انت شفته من أول ما عرفته. لو صدفك يوم وقابلته رد يا قلبي الباب. يسعد مساكم، يشرفني اليوم اني اكون معكم ببرنامج مقالب في الملاعب، واليوم المقلب حيكون في لاعب رفع اثقال اسمه محمد شبلي. تعالوا شوفوا المقلب اللي راح اسويه بمحمد شبلي. جاهزين يا شباب؟ يلا جاهزين. يلا يلا. اهلا يا محمد. اهلا وسهلا. تفضل تفضل تفضل. حلو. اهلا يا محمد. محمد. ازيك؟ الحمد لله. تمام؟ عرفني عن نفسك كده. محمد الشربيني حضرتك و بصت الكاميرا كده عشان محمد الشربيني حضرتك بطل رفع اثقال بتاع سن ال20، ومشيت دلوقتي على ان اخش في منتخب افريقيا. عمر حضرتك كنت حضرتك طالب جارد وكده شغل، وكنت يعني انا جيت اقدم الشغلانه وكده واتصلوا بيا وجيت لحضرتك. طيب انت بالظبط قلت لي رفع اثقال مش كده؟ رفع اثقال. شايف كده عندك بادي جامد ولعب تحديد شكلك. ايوه حضرتك. بس مش عارف انا على فكره، انا فتره كده اشتغلوا معايا اللي يعني اللي زيك كده اتنين، مش عارف مره حصلت علقه كده، الفرقه عندي باص الفرقه خبط في عربيه وعملوا خناقه، فاول واحد كان العلقه اللي كان المرافق معايا يعني جامده جدا، ومن ايه من عيال صغيره كده. ازاي حضرتك يعني؟ مش عارف، انا بحس يعني بحس دول بتوع اكمال كمال الاجسام والحاجات دي جسم على الفاضي، مش عارف ليه العضلات دي انتوا يعني تاخدوا لها فيتامينز كده ومش عارف ايه والحاجات دي، ولا انتوا بالتدريب والحديد بتعملوا كده؟ طبعا حضرتك بالتدريب يعني الشقه والتعب. بس انت واخد فيتامينز باين عليك مش كده؟ بس باين ليك كده يعني، الحديد ما يعملش كده. لان انا لعبت حديد قبل كده بس ما وصلتش لكده، بس شكلك واخد فيتامينز كتير، العلب دي الكبيره اللي بتيجي من كده. اكيد اكيد. طيب انت كلت علقه قبل كده من حد؟ كتير كلت علقه يعني. طيب مش هتفضل طول عمرك حضرتك تضرب جسمك، ولا جسمك ده ساعدك في حاجه كده يعني؟ لا حضرتك، ما انت مش هيفضل طول عمرك تنضرب يعني او تضرب في واحد يعني، تبقى هي المساله. طيب يعني اتنين يضربوك، ولا انت لو واحد قصاد واحد كده تضربه؟ ده حسب بدون حضرتك طبعا. طب لو واحد كده، هو حضرتك انا عايز اعرف بس، انا كنت جاي اشتغل ايه، او جاي انت جاي من هنا تصور ولا جاي من ايه؟ انت راجل مش بترفع اثقال برضه كده؟ عشان يعني عايزين ندي الجمهور كده معلومه حول رفع الاثقال، خصوصا اللي بيحبوا الرياضه. بس انا يعني لغايه دلوقتي بحكي لك عن الحاجات اللي حصلت معايا عشان اهلا انا اديتها لك في المزيكا. لا ما حصلش يا راجل. لا ما حصلش يا محمد. يا احمد، هو اسمه ايه اللي كان معانا؟ يا محمد. لا انت اسال محمد بره. لا 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 انت ما خدتهاش يا راجل، دي ثالث مره. انت اتفقت مع مين؟ معاك. معايا انا. ايوه. انت اسمك ايه؟ انا اسمي مصطفى. مصطفى. طيب مصطفى حابب اديها لك.
عشان انا بصور دلوقتي مع الاستاذ يعني عندنا قدامنا شويه بس عشان بقى كده اخلص مع الاستاذ بتقول لي عندي شغل وبصور. طب استنى شويه كده بره كده مش ايام استنى شويه ولما نخلص تصوير كده حدهم لك. يلا استناني بره شويه. استنى بره. ايوه هو حضرتك بتصور ولا ايه؟ ولا انا مش عارف دلوقتي انت جايبني هنا عشان تصورني ولا عشان لا احنا بص الكلام ده ما بيتصورش بس احنا اللي بيتاخد مني بيتصور. يعني السؤال اللي بيتاخد من حضرتك بيتصور؟ ايوه بالظبط. قول ليه حضرتك او لازمته ايه؟ يعني ما كانش ليه اي لازمه لو بنتكلم حضرتك في شغل فمش مشكله. عادي يا راجل انا عايزك تفك كده عشان الناس الرياضيين ودول اللي عندهم اجسام برضو عندهم كده روح الدعابه والحاجات الحلوه دي. احنا ما بنصورش دلوقتي نتكلم دلوقتي احسن نتكلم بس دلوقتي لما انا اقول لك سؤال هنبدا نصور. يعني 3 2 1 هيبدا يصور. 3 2 1. طيب قلت لي ايه البطولات اللي خدتها انت؟ انا الاسئله عندي مش متحضره انا بسالك من عندي فقول لي البطولات اللي خدتها تاني. كنت واخد حضرتك اول عالم في رفع الاثقال تحت سن العشرين. ده فين دي؟ كانت في منصر عربي في مدينة. باين عليك انك بتقول الكلام ده كده نازل بلد. يا راجل يعني شكلك مش واخد بحضر لأفريقيا قوة ان شاء الله. لا شكلك مش واخد لا بطولة ولا حاجة. نازل بلد اللي خد فيها البطولة يا راجل ازاي يعني؟ طيب ايه اللي ادولك؟ ادولك جايزه ايه؟ ميداليه ايه؟ ميداليه وشهاده ذهبيه. ميداليه ذهبيه طبعا مش خدت بطوله الاول. ميداليه ذهبيه. وزنها وزنها كم جرام؟ اتخذت وزن هي تقريبا يعني 15 جرام 20 جرام كده. يا راجل يعني تجي لها ب 1000 جنيه كده يعني. بعتها ولا لسه عندك؟ ازاي يعني حضرتك لسه عندك حاجه؟ مش دهب يا راجل. طب ما حضرتك حاجه افتخر بيها دي ازاي بيعها مثلا؟ طب يعني الواحد لما بيتزنق مع حته الدهب بيبيعها كده. حضرتك انا انت هتتجوز ولا لسه؟ حضرتك ولا بكره تشتت عن اذنك؟ اتفضل. انا ليا فلوس عايزها. فلوس ايه يا راجل؟ مش قلت لك كمان شويه؟ طب استنى شويه كده. لا ما ينفعش انا بقالي شهر بجيب. استنى شويه عشان نخلص تصوير وبعد بعد ما نخلص تصوير. تصوير لا ما ينفعش. يا محمد كل مره تقول يا محمد مفيش حاجه. فين احمد؟ فين انت؟ انا مش هتحرك الا لما استنى شويه كده لما اخلص تصوير. كل يوم تقول يا محمد يا محمد ومش محمد. استنى لما اخلص تصوير. لا مش هينفع. طيب استناني شويه ولا تقول لك تعال بكره. تعال بكره التصوير. لا 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 تعال التصوير بكره. لا بكره عشان انا دلوقتي مش فاضي اخلص تصوير. لما اخلص تيجي لي بكره. انا هاجي بكره انت بتقول ضيوف ما ضيوف مش شعب. خلاص انا حديهم. يلا خفت عليك؟ لا ما فيش اي حاجه حضرتك. هو في حاجه حضرتك يعني اللي اقدر اساعدك فيها او اي حاجه تحت امرك يعني؟ لو انا احتاجتك في شغل معايا مش انت انت برضه بتشتغل بادي جارد؟ مين حضرتك بيشتغل معاك وانت انا مش شايف حضرتك دلوقتي استاذ دخل من حضرتك بيشتغل معاك ايه وازاي يعني؟ يا راجل قصدك انا ما بديلوش فلوسه يعني؟ ما حضرتك اللي انا شايفه قدام مني دلوقتي حصل مشكله وجيك هنا لحضرتك اكلمك. اه ده بناء على فلوس يعني عشان كده مش عايز تيجي تشتغل معايا. لا 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 طفي يا ابني طفي طفي طفي. ايه ده؟ فين تفصيل النقابة؟ نقابة ايه؟ النقابة دي بين الفرعية فين؟ واحنا بنصور فيلم سينمائي عشان تسأل عن التصوير. ده ايه ده؟ مش ده برنامج؟ ده برنامج بس دخلوا ايه بالتصريح؟ عليه عليه تصريح. خلاص اسأل الأستاذ. مين مصور فيه؟ ده برنامج رياضي وهو الأستاذ هو الرياضي. يعني مش أنت يا أستاذ ماجد؟ لا. مين مصور فيه حضرتك أنت؟ مش حضرتك الرياضي؟ أيوه حضرتك بس مين اللي بيستضيف مين يعني؟ اتفضل يا حضرتك. طب التصريح معلش اسم حضرتك ايه؟ ما انتش اسم حضرتك محمد الشربين بس حضرتك انا مش انا اللي هو المستضيف. مش هو المستضيف. لا حضرتك هو ازاي يعني حضرتك؟ ازاي انا ما حضرتك انا مش انا راجل موظف في النقابه. اه انا عايز دلوقتي فلوس حق التصريح. فلوس ايه حضرتك؟ حق التصريح بتاع النقابه. انا الاستاذ قدام حضرتك هو اللي مستضيفني هو اللي جايبني انت مش مستضيفه. حضرتك هو جايبني عشان شغل. مين جايب الاضاءه والكاميرا دي؟ طب مين جايب هو بص الخلفيه دي ايه؟ مش رياضه؟ رياضه طبعا. انا انت تعرفني انا بشتغل ايه؟ طبعا مطرب
معروف ازاي حضرتك مش عارف يعني انت بتقوله انا عارفه حضرتك بس ازاي انت بتقوله يعني هو كان جايبنا عشان شغل ازاي لسه بيسالني لسه بيسالني عن ازاي حضرتك مرمى انا مثلا انا هعمل لك محضر وانت ازاي حضرتك محضر انا بقول لك حضرتك هو اللي جايبني هنا عشان شغل انا قلت حضرتك من الاول اصلا ما كانش ينفع ان انا اشتغل مع حضرتك فمش عارف انت بتقول ده ايه ولا تيجي تشتغل معايا وسيبك من تصوير الحاجات دي انا هشغلك معايا بجد لا لا حضرتك مفيش بجد انا محتاج حد يكون معايا كده زيك لا لا بس ما يكونش علقه زي الاولاني يلا حضرتك مش هات يا ابني الشنطه اللي نسبه الواقعه دي يلا شنطتي حضرتك انا بقول انت بتقول ده مين اصلا وقعت الاصابه دي ايوه طبعا انت عارف في داهيه حضرتك رايح فين انا رايح فين الاوضه دي دلوقتي كلمني انا يعني حضرتك عايز ايه دلوقتي عايز فلوس مفيش فلوس طف يا ابني الكاميرا مفيش اي حاجه طف يا ابني الانوار طف يا ابني حضرتك عايز ايه انت هتضربني حضرتك عايز ايه امال انت في ايه يعني حضرتك عايز ايه يعني عايز فلوس حق مفيش فلوس ومفيش كاميرا عايز ايه اديني تفريط مفيش تفريط عايز ايه مش قدامك اهو انت ما كلمتوش كنت انت المستضيف هو المستضيف هي فاتوره شوف حضرتك ايه يعني انت عايز ايه دلوقتي انت مستضيف الاستاذ مجدي دلوقتي يعني انت مقدمني ومصدقه هو عندك كلمه صوتك اتكسر اكيد طب خلاص اتفضل حضرتك يا استاذ حاسس انت كبت ايدك عليا يا فندم حضرتك لميت ايدي عليك ولا فندم انا اتفضل طب لو سمحت تفضل يا فندم حضرتك اتفضل لو سمحت اديني فلوس بقول هات يا ابني التصريح تصريح ايه اديني يا ابني اتفضل حضرتك لو سمحت مفيش تصريح انت قلت تتفرج عليا يا استاذ ما يا فندم حضرتك اتفضل لو سمحت اتفضل فين اتفضل لو سمحت ما ده شغلي حضرتك شغل ايه ده شغل ايه يعني انا مندوب من النقابه بقول لك ده شغل نصب مثلا ولا عايز اعرف ده انا هلبسك قضيه وكمان قضيه حول ايه بص هنا احنا كنا في برنامج اسمه الكاميرا الخفيه وانت خدت المقلب بص هنا برنامج الكاميرا الخفيه برنامج اسمه مقالب في الملعب حتى هالمره دي حضرتك ايه الكاميرا موجوده برضه حاجه غريبه كنت مستغرب يعني هو كان لازم نعمل معاك انت كده بس انت زي الفل ماشي جدا تيجي نلعب بس قدام الكاميرا يلا واحد اثنين طب ليه حضرتك يلا في مقلب انا شايفه كتير حلو وظريف يا ريت تيجوا نشوفه مع بعض مساء الخير هلا شايفين نحن كلنا مجتمعين انا والاستاذ محمد فتاحي ابو الكرام فادي فاعور والاء ومعنا ايمن هلا نحن عم نستنى نور نور الوزير هي كانت معنا ببرنامج مآلف الملاعب يعني كانت نجمه بهذا البرنامج فعلا نجمه حقيقيه فحابين نحن اليوم نسوي فيها مقلب كمان يكون مقلب ممكن نوع من جاهزين شباب ولا هلا مثل ما اتفقنا يعني لا حدا يعطيه وش يعني يكونوا هيك كثير اجت اهلين كيفك كيفك ايمن تاخرت شيء لا ولا يهمك شو بكم اجتماعين ما في شيء عم نستنى فادي شو اخبارك كيفك الحمد لله تمام بعدين منيح هيك افكار قلت لي بجامعة الرياضة اجي ايه ايه لا كويس كويس بعدين شو شفت الجو برا شو الجو شوب ما هوا كثير وبنفس الوقت هيك كيفكم تمام الحمد لله ما في شيء بس عم بستنى فادي هدول كتبت الاسماء تبع الفنانين لا مين هلا هلا جيتي مو تعبانه شوي
تحكي لي يعني. لا ما في مشكله هلا بحكي لك. لا هي ما تاخرت كثير بس ماشي. لا لا ما لا لا ولا هي هلا بيجي فادي وينه تاخر. اهلا اهلا كيفك؟ كيفك؟ هي الاء ما؟ مرحبا مرحبا اهلين يا هلا. تعي تعي لهون الاء تفضلي تفضلي تفضلي. لا لا خليك 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 هلا بنقراهم. كيفك؟ قوم انا؟ لا لا تفضلي تفضلي تعي لهون قربي ما في مشكله. هلا مثل ما قلت لك انت فهمك على المقلب فادي اول ما يجي. مرحبا الاء كيفك؟ شلونك؟ على فكره صارت عاملة أربع برامج عم بيقولوا لي. شو رأيك؟ شايف هالجمال وال وجه جديد اكتشاف جديد. ايه شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. آلاء تشتغل معنا هلا؟ مين آلاء يعني حتكون معنا بالبرنامج إن شاء الله. ايه بتشتغل على فكرة كم برنامج صرتي عاملة؟ كاميرا خفية؟ لا بس واللذة انه بتشبهها كثير لنور، إذا غابت نور ممكن تاخذ معك يعني. لا هي ما في مشكلة ما في أبدا جنن هي. ايه هلا أنت هلا بس هذا رياضي هاي جريانة انتي كما بتعرفي كاتب لك انا فكرة هاي الفكرة هاي الفكرة انت جيتي؟ جيت هلا سنة عشر دقايق خفتي كأنك ما شو اخبارك مو؟ الحمد لله شو بكون؟ والله معقولة يا مسؤولة التعافية صار عمل مع بعض. لا بس نحن كنا امبارح قاعدين نحن والشباب بالصدفة يعني كنا بسهرة عند أبو الكرم ففي صديقه قاعد فجاب صديقه له رفيق فجاب بنته رفيقتها للصبية قالت أنا إلي رفيقة ما بعرف شو تساوي قام اتصلوا بهي حتى اجت اختي قالت هيك صدف حتى ما شفناها فورا آلاء وآلاء لجابتنا معها سيديات. شو عاملة مقالب نور؟ بتجنن البنت. فعلا ناجحة برافو عليك. هلا انت لحالك عفوا صرتي ولا تدربتي او لا مو لحالي يعني تدربتي على هيك تعبانة على حالي مبين انك تعبانة على حالك تعبانة ما تعبانة اذا ما تعب على حاله ما بصير. برافو عليك انا قلت كيفي وراءها كل لا يعني الوحدة البنت إذا ما تعبت على حالها ما بتصير. يعني عندها موهبة يعني لاحظت عندها موهبة كثير ظريفة. عندها سرعة بديهة. ما معقولة البنت بعدين على المدى بتعرف. برافو عليك. لا تأخير. ليش صار معي هلا؟ لا عجزت. رحت لجيبها عملت فيني بعدها. ضلت عم بستناها والله دمت دمت المقالب حياتها بدمت تقول دم المقالب يعني بجوز هلا انا تاخرت شيء؟ سالي حالي يعني ما بغض عم بسالي ما قصة تاخير نور يعني ما دخلتها شيء الموضوع الواحد كمان التغيير حلو اثنين كويسين حلو امك كمان قال بالبيت هذيك اليوم عم تحكي شو لحظة لحظة تغيير شو؟ لا مو تغيير لا عفوا يعني لا زعلت انا بدي ازعل منك هلا لا انا لا التغيير اللي عم نحكي فيه يعني انه الواحد دائما بغير فكر بغير القعده ايام بغير جو بغير الجو حلو يعني ما يعني وانا ذاك اليوم على بيت جين غيرنا جو شو فيها هذيك وهذيك اليوم عم بحكي مع امها نو احذر شو عامله امها متصله مقلده صوت جارته مخلفتك تعيرك شو خبز
وجبنا نطلع أمل عن جارته وفكر صوت جارته دق عليها الباب وقالت له ما بدنا شيء. ما معقولة. لا برافو عليك. دائما الواحد أيام بيطلع له اكتشافات بدون ما يحس. شو شايف مغيرة أنا وأنا لابس رياضة؟ برافو. قال لي أبو كرم البس رياضة شو بها؟ والله مو جايبة بدلة ثانية ما بلد. أنت جايبة بدلة الرياضة ما؟ إيه. والله برافو عليك. ليش هلا اليوم مين بده يعمل مقلب أنا ولا هي؟ هلا ما بتفرق انتوا اثنين ما شاء الله عليكم. بتعرفي نور عامله مقلب بمين؟ بمين؟ برفيق ابوها لعبت معه طاوله قانعته انها عمها هي ركبه شوارب بالبيت وحطها طاقيه يحرق. كيف زبطت معك؟ كيف زبطت؟ اي لحالك جربتي؟ جربتي ولا ايه لحالي؟ طيب خلص صار لك ما شاء الله. لا 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 ما عاد قادر افهم. بس ايمن قبل شوي علق على موضوع التاخير او شيء. انا ما بعرف اذا تاخرت انا جاي على لا نور بس عندنا مشكله انه الوقت اتاخر احنا بدنا المقلب وهذا لابسه جلابه يعني بيجامه فما متلحق يتغيري بس هذا المشكله بس يعني. لا البنت لا معلش لا انت ما بتكون بجامه. طب ليه انت لا معلش لا في اليوم عندنا وقت اتاخر هيك بقى. كم مشهد عندنا اليوم فادي؟ طيب هيك الاوردر في شيء 3 و4 خلص خليها لا في طبيعي. لا 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 هي طبيعية البنت معناتها خلي لها ليك حرام مشان آلاء بدون اجي ونور كونه اجت يعني خلي اخر مقلب تشتغله نور خلي نعمله نص هي تشتغل. لا انا في عندي يا استاذ نص آلاء ونص نور بدل المقلب هم ثلاث مقالب يعني بصير هي واحد ونص ونص ما بتزبط استاذ نور احمد ابيض رول استاذ والله ممكن اعرف شو القصه. شو قصدك بانه مشاركه؟ انت بتعرف اني انا ما بشتغل معك. عفوا نور نحن كيف بنشارك معك؟ انا ما بشتغل مشاركه فادي. انت بتعرف هذا الشيء؟ ما بعرف انا. لا مو مشاركه يا مصاري انه اشتغل مشاركه بس معلش مع ناس بروفيشنال وبعرفهم. دائما لازم الواحد لما احنا عم نعمل برامج رياضيه فيها روح رياضيه حلوه الواحد نفسيته بتكون مرتاحة. ما بدي أنا عم بتهمش. أنا ما لا لا ليش تهمش؟ لا يا نور لا عاملة شغلة كبيرة. عفوا يعني عملنا أحيانا بنفوت هيك بنمرم قدام منك وبنمشي كرمالك يعني ما بعرف ليش ما بعرف. لا لا مو زعلانة مو زعلانة. لا نور أنا والله زعلانة. حسيتك صرت كده صرت تشوفي حالك علينا. شوفي لا أنت أهم شغلة. أنت ما تزعلي ما ليش على عندك ما تزعل من بعدين شوف بعدين انا ولا مره شايفتها بالتلفزيون عفوا يعني. لا هي عامله اثنين اسمهم الميكروفون الخفي للاذاعه وعامله واحد للتلفزيون بس ما طلع بيطلع بشهر واحد هذا. على فكره الحلو فيها مثلا بهدله امها بالبيت كذا ما بتحكي شايف هلا لا مو زعلتها نور او حكيت كم كلمه ليك شوف ده مو فرقانه معك هذا انا برايي هذا صحيح هيك الشخص هلا هي صفات الشخص اللي بيشتغل كاميرا خفيه ما بده يشوف حاله. برافو عليك. ابوك شو قصدك فادي؟ ساهم ب شلون؟ قصدك اني انا شايفه حالي يعني؟ عم بحكي عن المخلوق. لا عم تحكي عني. عم تحكي عني اليوم انت متضايقه شيء معصبه من شيء انا متضايقه شيء يعني حاسس انه اني جاي انت متضايقه نحن يا جماعه انتم ما بعرف شو بكون انا جاي طبيعي يعني مثل كل نحن طبيعي ما في شيء لا في شيء جديد بس ليش عم عم بتعلق علي تبع انه انت شايفه حالك شو انا قلت انت مو انت بس فادي انت بتعرف انه انت قاصده يعني حاجتك انا في بالعاده لا لا فادي ما في مره حكيت بصراحه انا من وقت ما دخلتي حاسك اليوم ما بالفورمه يعني ما مرتاحه يعني مشان الله ليش متضايقه يعني هلا اذا اشتغلت ماني متضايقه وانت عندك شغل كمان يوم يعني معقوله ادق لك انه ما يكون عندك شغل بتيجي تعدي فيه ايه ما بتجيبني من هلا عم بيقول الاستاذ في ثلاث مشاهد خلص واحد اول مشهد انا الاخير اول مشهد لا خلص انت خليها هي تسوي اول مقلب هي بتضل معنا طول النهار اها شو اها لا لا اتركها اتركها لنور هلا معصبه بلش بآراء طب خذي القهوة والله ماني معصبة يا جماعة ليك حمزة هلا نحن ناصبين الكاميرا تحت رح آخذ أنا آلاء حبيبتي مو مضايقني بس عم يحكوا عنك وكأنك ملاك يعني وأنا عدم المعصبة شو هي البنت لك شفتيها شيطان من هي ما عملت شيء ما حكيت شيء البنت لا والله عليك هي بس هيك جاية هي ما أنا عرفانة يا جماعة شو بكون
هلا وحده عرفتوها بعرف ايش عايزه. لا ما تزعلي بس بتحكي عنك عم بتخلوها تتبهدلي ما عرفان. خلص خلص هي راسك من رجليك. انا ما لا خلص خلص هي اخذنا من الدور حبستي الدور. طبعا انا عرفان بعدين بس كيف عم تخليها انت اللي عم تقول. نور معلش اقول لك على شغله، انت بتحجي حالك للكلام، انت عم تحكي. لا ما بدنا نزعل من بعض يا جماعه، اذا رجع خلص قوموا يا جماعه نحن يلا قوموا ابو الكرم يلا يلا جايين ونحن دقيقه هلا روقي روقي هدي حالك هدي حالك بس رح نحط رح اقوم عندك شغل نور اشتكي لا انا لا كيف كيف قدرتي هيك بسرعة تصوري نور؟ تفضلي تفضلي عادي حبيبتي عادي. تتدربي بالليل بتتدربي جد عرفانة انه عندنا هيك بجد اليوم يعني بيقولوا لك شو تساوي بالليل شو عملت؟ والله انا بعرف شو حالي شو رأيك ايضا؟ شوف انا اكتشفت شغلة عندي خبرة بهالقصص متدربة لحالك هيك بيطلع معك ماذا؟ شو صورتوا؟ لا ما صورنا مقلب نزلت عم نحضر المقلب بس عم بقريها الورقه قام سكرت الورقه قام كررت كل شيء بدها تحكي لحالها يعني عرفاني شو بده يحكي حتى هو الزلمه الضحيه انت ممكن يحكي هيك ممكن يحكي هيك اعطيتك كل شيء كل مفاتيح كل مفاتيح ابدا شو ما بده جايب اعطيتك دغري لفيه جاهزه برانكو ايه بتقول بتشتغل عند هذا تبع المفاتيح شو اسمه تبع هذا اللي بيفتح زيبا برافو عليك برافو طالما لقيت حدا بروفيشنال اكثر انا شو قولي شو يا البرنامج مش هذا الكلام والله العظيم لا البرنامج ما بيساعد يا نور يا نور معلش بس بليز بليز البرنامج ما بيساعد غير بنت وحده بدي لك شغله ابو كرم هي البنت كثير عم تستفزني مو مشان شو عم بتقلي هي انا اعصابي انا انا لا بعرفك ولا بتعرفيني جاي عم بشتغل مع ناس صار لي اكثر من 3 شهور بقيت لك بيتك لك ما تحكي معي بيت لك ما بيتني معي بهالطريقه علاء ليش هيك انت ليش عم تطلبيني في الجنه شو شايفتيني مجنونه يعني انا مش عم هدي اعصابك هدي اعصابك انت حبيبتي انا مش بدك شوفي حتى طريقه شرفي برافو عليك شفت كيف طلعت معها بارده على فكره شو قلت؟ لا 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 احكي لي على هذا ليك اخي برنامج اللي فيه اكثر من بنات عاد دائما بتحضر غير لا انت الحكي لا لا انا ما بغار من حدا اساسا لا انا عندي ثقه بحالي لدرجه اني ما بغار من حدا لا خلص واضح هذا كان في عيني شو اللي بدك طالما انت ما بتغاري لا انا عم احكي لك يا جاره طريقه ما فيها ابدا احترام لانسان يصير له قد ايه عم تشتغل معه لا بالعكس انت مالك علاقه بالموضوع شو ما في احترام انت مالك علاقه بالموضوع انت ليش عم تناقشي انت هلا جايه ما صار لك ساعه يا صاحبي شو عم تقول كذا خلص خليني تعي مو تعي ما عاد لي شغل معكم مشان الله خلص تعي لك مو كلمة بس اسمعيني اسمعيني كلمة تعي لك كلمة اسمعيني مو تعي لك عادي تعي لك خلص نقعد تعي لا نور خلص يعني ما شفتيها هلا يعني ما اقول قولي ما عليا هالمرة مزودة الكاميرا هالجدع بحكي شو فيها تعي ليك زعفولة زعفولة ونحن سوا عساس راح نقول لك شو راح نقول لك شو بقى انا اكلت مقلب ورضوان اكل مقلب كان باقي دوري كثير حلو كثير حلو شكرا على المقلب الحلو بس شو رحينا نعرضه؟ لا يا الله
وهلا بدي اودعكم على امل اللقاء بكره في برنامج مقالب في الملاعب. لكن قفلتها سعيدة.